بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية فارس القرآن الكريم سورة الأعلى حتى الآية 13 سنستخرج الفارس من هذه المجموعة، وقد يكون هناك فرسان وقد لا يكون هناك أي فارس، سنكتشف. طبعا القاعدين ما هم حافظين، لذلك خارج الفرسان، تمام؟ وإن شاء الله يوم الأحد يكونوا مع الفرسان، فرصة أمامنا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابدأ. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فإنه لا كمل إنه يعلم الجهر وما يخفى فذكر إن ارجع وإن يسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ابدأ من الأول. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فإنه إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى تذكر إن نفعت الذكرى. تاني. تذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ابدأ. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أنت. فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أنت. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيتذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. هؤلاء هم فرسان. عندنا 6 فرسان في 1 2 3 4 5 6 من 20، بس في ناس غايبة والباقي ما هم فرسان. أشكر هؤلاء الفرسان: نور الدين صالح الغامدي، راجح الراجع عبد الرحمن الرويلي، أبي الحسن، وسام الجحدلي، جزاكم الله خيرا.